توقع استطلاعان للرأي في إيران أن تتراوح نسبة عزوف الإيرانيين عن الانتخابات المقررة مطلع شهر مارس المقبل من 70 إلى 77%. وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز حكومي أن 30% فقط من الإيرانيين سيشاركون في التصويت، مقدرة أن أدنى نسبة مشاركة ستكون في العاصمة الإيرانية طهران بنسبة لا تتعدى 15%. وبين استطلاع آخر أو بين استطلاع آخر أجرته مؤسسة عمان أن حوالي 15% من المستطلعين يعتزمون التصويت، مؤكدا أن 77% منهم أعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. وكشف الاستطلاع كذلك أن حوالي 38% من الإيرانيين لم يعلموا بإجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل. وفي استطلاع منسوب لمؤسسة حكومية إيرانية قال الذين أعلنوا عدم المشاركة بأن ذلك سبب أن البرلمان والانتخابات ليس مؤثرين، إضافة إلى الفساد والشعور بخيبة الأمل من مستقبل البلاد. من لندن الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ ودان عبد الرحمن. أستاذ ودان أهلا بك. من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صدقيان أهلا بك، أبدأ معك دكتور صالح. لماذا يعني هذه النسبة كبيرة من 70 إلى 77 إحجام عن المشاركة في الانتخابات؟ النسبة لم تحدث من قبل في الداخل الإيراني، وتتحدث عن انتخابات برلمانية يعني لها علاقة بقوت الناس وتشريعات البلاد في الداخل، وبالتالي هذا ربما يعني إن صدق فهو رقم مزعج كثيرا بالنسبة للنظام الإيراني. تحية لك أستاذ محمود وإلى ضيفك وللمشاهدين. أنا أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي سوف تجرى يوم الجمعة القادم، وهي انتخابات برلمانية مهمة، وإضافة إلى انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يعهد إليه انتخاب المرشد في حال فراغ المنصب من المرشد. لماذا من السابق لأوانه؟ لأن هناك الكثير من المترددين أو نسبة عالية من المترددين حاليا في حسب استطلاعات الرأي التي جرت وتجريها مراكز حكومية ومراكز غير حكومية. بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة جدا، وهو أن الإصلاحيين لم يتقدموا بأي لائحة تعبر عن وجهة نظر الإصلاحيين، بسبب كما يقولون بأن هناك العديد أو مجمل الإصلاحيين الذين رشحوا لهذه الانتخابات قد تم رفض ترشيحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وهذه أحد العوامل. هناك عوامل أخرى تتعلق بالضعف الأداء البرلمان الحالي، بالإضافة إلى ضعف أداء بعض الوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم الرئيسي. وبالتالي هناك جملة عوامل ربما هي التي تؤثر على نسبة المشاركة. لكن في الجانب الآخر هناك أيضا إحساس بأنه ضرورة المشاركة من أجل تغيير الوضع الحالي، تغيير مجلس البرلمان الإيراني الحالي الذي يسيطر عليه المحافظون. وبالتالي يعني هناك، أنا أعتقد بأن هناك حراك سياسي واضح. هذا الحراك الواضح ربما يتوضح أكثر قبل 72 ساعة من الانتخابات أو 48 ساعة. ربما في هذه المرحلة نشهد نسبة المترددين هي نسبة كبيرة، ولذلك هذا الذي تفضلت به بالأرقام أنه نسبة 40% أو 30% لم يعلموا بتاريخ الانتخابات، ربما هذا صحيح جدا. وهذا يدل كما أعتقد بأن يدل على أن هناك نسبة عالية من المترددين. هؤلاء المترددين لحد الآن لم يحسموا موقفهم حيال التصويت لأي من القوائم التي تقدم بها المعتدلون والأصوليون. أستاذ جدان، هنا السؤال، هذه مراكز استطلاع رأي حكومية كمان، يعني ليست معارضة وإنما مراكز استطلاع رأي حكومية، 77% إحجام أو 70% يحجمون، 30% علموا بمواقيت الانتخابات لكن ما قرروش
ممكن يساهموا أو لا يساهموا، يعني ممكن هذه النسبة مرشحة للازدياد، وبالتالي نحن نقرأ الأسباب، يعني في اعتقادك غير السبب الاقتصادي، إيه الأسباب الأخرى التي خلقت هذا الإحباط الكبير كمراقب يعني ومتابع من الخارج؟ تحياتي لك أستاذ محمود ولضيفك الكريم الظهران. في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران هنالك شعار لدى المحتجين، أنا أقوله الفارسي ومن ثم ترجمته العربي، يقول نأوصل قراء نأصلح تلبنا أوصل قراء ديجي تماما ما جرى. ضيفك الكريم يعرف هذه المقولة التي انطلقوها، بمعنى لا أصلاحيين ولا أصوليين، انتهت القصة معكم، بمعنى أنه حتى إذا كان الإصلاحيين أتوا في هذه الانتخابات وكانت لديهم قوائم، أعتقد أنه نسبة الانتخابات ستكون نفس الإحصائية التي تم إليها. ليس فقط موضوع الحالة المعيشية نشهد هنالك عزوف على الانتخابات، وإنما هنالك عوامل كثيرة أستاذ محمود. نشهد يعني النواب البرلمانيين عندما تم إضافة أسعار الوقود 3 أضعاف في 2019 والأواخر 2018، شاهدنا أن كانت هنالك احتجاجات كبيرة وخرج المحتجون إلى الشوارع للتعبير لرفضهم عن هذه السياسة التي تمس بحياتهم اليومية، لكن شاهدنا كيف تم قمع هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، إلا أن النواب الشعب لم يعترضوا وإنما اصطفوا إلى جانب النظام الإيراني. الرئيس الإيراني عندما أتى إلى السلطة إبراهيم رئيسي أشار بأنه ستكون هنالك تحسين للحالة المعيشية، بناء 1,000,000 وحدة سكنية لكل عام، 4,000,000 وحدة سكنية خلال فترته الزمنية، ولم يحدث من هذه الإدعاء حتى 1%. أشار إلى أن يتم موضوع التضخم، معالجة التضخم، تحسن الحالة المعيشية. التزوير في الانتخابات، شاهدنا أنه في 2019 عندما خرج الشارع مطالبين فقط بأصواتهم كيف تم قمع المواطنين. في سبتمبر من 2022 اندلعت أيضا احتجاجات إثر مقتل الشاب جينا ميني، لأن كان حجابها لم يكن بالشكل المطلوب، في حال نشهد في احتجاجات في 22 بهمن كيف كان النساء لم يرتدن الحجاب بشكل كامل، وأيضا حتى في الدعاية الانتخابية نشاهد النساء كيف أنه سافرات ولم يقطن شعر رؤوسهن، وأيضا كيف يرتدن وحتى في إذن هنالك نفاق كبير. يعني هناك أسباب كثيرة. هناك أسباب كثيرة. طيب التركيبة دكتور صدقيان في هذه المسألة، تركيبة كلها ليست إصلاحيين، كلها متشددين في داخل البرلمان الآن، وبالتالي أسألك على فكرة منع ترشح الإصلاحيين، يعني منع، لم يعطوا فرصة أصلا من مجلس سنة الدستور ومن المجالس المعنية بإعطاء الرخصة لمن يريد أن يترشح يعني. وأنا وحسن روحاني، يعني حسن روحاني يمنع من انتخابات مجلس الخبراء، يعني الرجل الذي عاش كل هذه السنوات عضو في مجلس الخبراء. أسئلة كثيرة جدا أسألك عليها في فكرة أن هناك قرار داخلي لدى النظام بمنع كل ما يتعلق بالإصلاحيين. هذا صحيح جدا. هناك أرقام حقيقة لافتة وهي موجودة على أفواه الإيرانيين، لماذا لحد الآن لم يعرفوا، لماذا لم تتم تأييد صلاحية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني. هذه نقطة من النقاط المهمة، خصوصا وأنه كان قد دعي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعينه المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، لكن حسن روحاني يبدو بأنه رفض وأراد أن يعني يخلد إلى الراحة في بعض الشيء، وبالتالي لم يقبل بأن يكون عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. المهم هو أن المرشد رشحه لهذا المنصب، لكن مجلس صيانة الدستور لم يرشحه لعضوية مجلس خبراء القيادة. نعم، يعني مجلس صيانة الدستور رفض عضويته
وبعد كل نعم. هذه السنوات في مجلس الخبراء استبعد الرجل وهو محسوب على الإصلاحيين. نعم هذا صحيح جدا. لكن بشكل عام ربما هذه النقطة ونقاط أخرى، عدم تأييد أو الموافقة على صلاحية الإصلاحيين، ربما هذه هي بعض الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة المترددين في المشاركة للانتخابات. نحن لحد الآن لا نعلم، يعني بيننا فاصل كم يوم الآن، لا نعلم بحقيقة الموقف هؤلاء المترددين، هل إنهم سوف يتجهون من أجل انتخاب قوائم إصلاحية مثلا علي منتظر، علي مطهري هو صوت الشعب، لديه قائمة صوت الشعب وهم كلهم من المعتدلين وليس الإصلاحيين، وهو علي مطهري هو رجل معتدل وليس من الإصلاحيين، لكن هناك قوائم إصلاحية، هناك أيضا مرشحين إصلاحيين مثل نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني نيكبخت، هو من مدينة رشت ومرشح من تلك المدينة، هناك معتدلين وهناك أصوليين أيضا من اليمين ومن اليسار ومن الوسط أيضا، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك نوع من الحراك السياسي الذي سوف نشهده خلال الأيام القادمة، لكن كما قلت بأن هناك ظاهرة، هذه الظاهرة ربما امتازت بها هذه الدورة من الانتخابات، وهي زيادة عدد المترددين، الأمر الذي مثلا الاستطلاع الذي صدر وهذا الذي تفضلت به هم 70% لا يريدون أن يشاركوا، هذا هو في بداية الشهر الماضي تم هذا الاستطلاع، الآن يبدو بأن هناك تغيير في دوافع المواطنين، هل إنهم سوف ينتخبون أم لا، يريدون معالجة هذا الأمر، يريدون التأثير على الوضع في البرلمان الحالي، وهذه أمور كثيرة وأسباب ربما نتحدث عنها خلال الأيام المقبلة. طيب أستاذ وجدان، هنا سؤال، البرلمان السابق لو تذكر وكان كله من المتشددين نتج عنه ما نتج، يعني دخلت البلاد في احتجاجات وتظاهرات ومشاكل لا حصر لها. هذا البرلمان القادم يا أستاذ وجدان، هل تتوقع إنه النظام سيكون قادر إنه يغير أو لديه نية التغيير؟ لأنه جرب، يعني جرب برلمان كله متشددين، الآن هل يدخل البلد مرة أخرى في نفق آخر واحتجاجات وتظاهرات أخرى أم ربما يغير؟ بالنسبة للاحتجاجات هم يعتمدون على قمع الشارع من خلال السلاح والصمت الغربي لما يقوم به النظام أو بالتحديد الحرس الثوري الإيراني تجاه المواطنين، لكن بالنسبة للبرلمان الحالي الذي ستنتهي مهلته خلال شهرين أو أقل، يعني رغم أن الأغلبية هنالك هم من الأصوليين، لكن بينهم عددا لا بأس فيه من أيضا الإصلاحيين والمعتدلين، لكن هذه هي المرحلة، البرلمان يختلف تماما، لأن التزكيات التي تمت والأفراد الذين تم تزكيتهم هم الغالبية الساحقة، هم من الأصوليين وأيضا قليلا منهم من المعتدلين، ونعرف تماما لأن لدينا هذه التجربة في الداخل، يعني حتى من بين الأشخاص الذين يتم تزكيتهم حتى في حال حصدوا الأصوات اللازمة شاهدنا هنالك الكثير منهم يتم تغيير في الأصوات والمجيء بالأشخاص الذين تنتخبهم الجهات الأمنية في تلك المحافظات ويتم تزكيتهم من قبل الأجهزة الأمنية في المدن والمحافظات ويتم تجاهل أصوات الناخبين. إذن هذه المرة أستاذ محمود أتوا بالبرلمان لأسباب أشار إليها أحدها ضيفك الكريم أستاذ صادقيان، وهو موضوع انتخاب المرشد، لأن البرلمان لديه تأثير فيما يتعلق انتخاب المرشد، ولذلك هم بحاجة أن يكون البرلمان أصولي وأن يكون مجلس الفقهاء أيضا هو واضح أستاذ وجدان. شكرك أستاذ وجدان عبد الرحمن. دكتور محمد صالح صادقيان، شكرا جزيلا لكم.